إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لم تطع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون. وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، وبواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك اللهم من خير ما تعلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب. يا ربنا يا مولانا، وقفنا ببابك، ونحن عبادك الضعفاء المساكين.
اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم أعط محتاجنا وأغن فقيرنا ويسر أمورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعل من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك. اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا غدا في الفردوس الأعلى من الجنة إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وحصن فروجنا وحسن أخلاقنا يا ذا المن والعطاء يا ربنا يا ربنا. أغث عبادك المستضعفين في سوريا وفي بورما. اللهم سدت الأبواب إلا بابك وانقطع الرجاء إلا منك. فيا غياث المستغيثين أغثهم وكن معهم حيث كانوا. يا ربنا اغفر ذنوبهم. اللهم اغفر ذنوبهم وكفر سيئاتهم واجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم يا حي يا قيوم. اللهم يا من لا يخذل أمره اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم طال ليل البلاء واحلوا لك الظلماء ولم يبق إلا أنت. يا غياث المستغيثين فأغثهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وأمن الخائفين منهم. اللهم إنهم مشردون فآويهم جوعا فأطعمهم مساكين فارحمهم عراة فاكسهم. اللهم يا حي يا قيوم وفق المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد للبر والتقوى. اللهم اجعله عونا لعبادك المؤمنين. اللهم اجعله رحمة على العباد والبلاد. اللهم اجعله قرة عين لعبادك المؤمنين. اللهم وفق أهل الإمارات وفقهم للبر والتقوى. اللهم أدم عليهم نعمتك واجعلهم يا ربنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم اجعلهم من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم للدعوة إليك وهداية عبادك إليك يا ذا المن والعطاء والمسلمين جميعا في كل مكان.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وأذقنا برد